الخير مشاهدينا، واهلا بكم الى حلقه جديده من اكثر من عنوان. على غرار جل التنظيمات المتشدده، يشهد تنظيم داعش في داخله تصدعا كبيرا بين قادته وامرائه من سوريا الى العراق ثم ليبيا. تصدع بالدرجه الاولى اساسه ولم يكن علنيا وواضحا جليا هو الصراع الداخلي على تولي الزعامه وخلافه الخليفه المزعوم ابي بكر البغدادي. وجود البغدادي حالياً على قيد الحياة من عدمه، ورغم تلميحات بعض المصادر استناداً لغياب الرجل على الأحداث في الفترة الأخيرة إلى موته أو عزله أو ربما وجوده سورياً، فإن منصبه الحالي يشكل نقطة استفهام ومنافسة إلى حد العداوة بين قادات التنظيم المتشدد. من سيتولى قيادة التنظيم المتشدد والمتشعب في حال موت البغدادي أو في حال عزله؟ من الأوفر حظاً ليتولى هذا المنصب الحساس داخل التنظيم؟ كل هذه التخمينات والأسئلة الجوهرية طرحتها عدة وسائل إعلام وتصدرت عناوين الصحافة بأنواعها. صحيفة البديل على سبيل المثال تساءلت استناداً إلى صحيفة بلومبرغ الأمريكية، قالت: ماذا لو قتل أبو بكر البغدادي؟ لتأتي الإجابة من دون تنسيق مسبق على صفحات الصحيفة الإلكترونية إيلاف التي كتبت: أربعة خلفاء محتملون للخليفة البغدادي. من جهتها صحيفة الشام تايمز نقلاً عن سيسي تساءلت وأجابت في مقال لها: ماذا لو قتل البغدادي؟ ضابطان من جيش صدام وقيادي سوري مرشحون لخلافته والتنظيم سيستمر ويتطور. أما جريدة الشروق التونسية كشفت العلاقة بين داعش ومقاتليه وعنونت: داعش يتفكك ونهاية أسطورة أبو بكر البغدادي. أما وكالة سكاي بريس ومع الحدث أجابت في مقال لها عن سؤال: من هي آخر 10 قيادات داعشية في الصف الأول تم تصفيتها؟ إذا مشاهدينا، كل هذه العناوين تشكل نقاطا هامة قابلة للنقاش، وسنحاول في هذه الحلقة من أكثر من عنوان أن نقف عليها وأن نتجاوزها إلى أبعاد أخرى وتفاصيل أكثر عمقا. حلقة الليلة من أكثر من عنوان ستبدأ عنوانها: من سيخلف البغدادي لقيادة داعش؟ ابقوا معنا. قبل أن نبدأ النقاش مشاهدينا، نطرح سؤالاً عبر صفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي على تويتر وأيضاً على فيسبوك: من المتوقع لخلافة أبي بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي؟ نضع مشاهدينا هذه الاحتمالات: هل أبو عمر الشيشاني أو أبو محمد العدناني أو أبو علاء الأنباري؟ شاركوا معنا عبر صفحة أخبار الآن على الفيسبوك وعلى تويتر، وسنعرض الإجابات في ختام هذه الحلقة. إذن مشاهدين، عاجلاً أو آجلاً سيرحل أبو بكر البغدادي وسيخلفه شخص آخر، ولكن من؟ كبار المرشحين من المرجح أن يكونوا من أعضاء الشورى في داعش. كيف سيكون الصراع على الخلافة بالنسبة للتنظيم؟ وهل سيقوم مقاتلو داعش تلقائياً بطاعة الخليفة الجديد؟ أم أنهم سينقسمون إلى مجموعات متناحرة؟ كل هذا سيعتمد على الخليفة الجديد، وهذه نظرتنا لأبرز المرشحين لخليفة البغدادي. مثل أوراق الخريف يتساقط قادة داعش واحداً تلو الآخر، ففي الأشهر الأخيرة كان هناك العديد من الضربات الجوية الناجحة والتي استهدفت كبار القادة في التنظيم بما فيهم نائب البغدادي حاجي معتز، ولا بد أن إزالة هذا القيادي البارز كثفت الصراع على الخلافة ضمن داعش، سواء تمت إزالة البغدادي من السلطة أو تم قتله، فإن كبار القادة المتبقيين والمقاتلين الموالين لهم سوف يضطرون لتصفية الحسابات ليكونوا قادرين على السيطرة على التنظيم، وبعد ذلك تأتي مسألة اختيار الخليفة. وبما أن مؤيدي داعش ومقاتليه يعتبرون البغدادي خليفتهم، فإنه سيتعين عليهم الاتفاق على الخليفة الجديد، وإلا فإن أمير داعش سوف يجد نفسه قائدا مؤقتا بينما يواجه التنظيم النزاعات والصراعات حول كيفية اختيار خليفة. فالتاريخ مليء بالأمثلة التي توضح مدى صعوبة اختيار مثل هذا. ملف ليلة مشاهدين ساخن جدا، من سيخلف أبو بكر البغدادي زعيم داعش؟ ربما يجيبنا على ذلك الخبير في شؤون الإرهاب والاستخبارات الذي ينضم لنا الآن عبر سكايب مباشرة من ألمانيا، السيد جاسم محمد من بون الألمانية تحديدا. أستاذ جاسم، أهلا بك معنا من جديد. البداية معك، وأطرح عليك إذن سؤال الحلقة لهذه الليلة: من سيخلف البغدادي بحسب رأيك؟ ما هو أول اسم يتبادر على ذهنك؟ نريد اسما مبدئيا، اسم فقط بدون تحليل كبداية. أبو علاء العفري الأنباري هو المرشح الأكثر، كون أنه هذا الاسم طرح أكثر من مرة خلال أخبار أنه البغدادي تعرض إلى الإصابة. نعم،
إذن الاسم كان هو، عفوا أستاذ أبو جاسم، علاء الصوت لم العفري يكن يسرني بشكل واضح، العفري تفضل. عفوا أبو علاء العفري أبو علاء العفري الذي هو يعتبر الشخص الثاني في التنظيم، أبو علاء العفري. نعم، طيب أطرح عليك نفس، الألباري، هو ذات الألباري. نعم، طيب السؤال بطريقة ربما أوسع، في صورة عدم وجود البغدادي، الشخص الذي يمكن أن يخلفه أو الأسماء الأخرى أيضا الأوفر حظا لخلافة أبي بكر البغدادي، ما هي نقاط قوة كل شخصية ونقاط ضعف كل شخصية؟ من ضمن الأسماء التي طرحت أو التي الآن لها مكانة في التنظيم وهي مقربة من البغدادي، أبو بكر البغدادي، يعتبر المتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدناني، هو يعتبر واحد من الشخصيات المرشحة، لكن يعتبر حظوة العفري أكثر. نعم، طيب بعض البحوث والتقارير أستاذ محمد أشارت إلى أن المرشح الأقوى هو الأنبري أو العفري، وذلك بناء على مستندات تحصلت عليها وهي تعتبر مراسلات مباشرة مع الظواهري، ما رأيك في ذلك؟ يعني العفري هو كان المرشح منذ البدء، لكن كانت هنالك بعض الشكوك تدور حول العفري في بداية يعني إعلان الخلافة، كون أنه كان أصلا منشقا من تنظيم القاعدة، فكانت هنالك شكوك تدور عن العفري. طيب لكن أستاذ محمد، التنظيم إذن بحجم داعش بحجم قوته وبطشه يحتاج ربما إلى شخص من نوع خاص جدا لقيادته مع كل التجاذبات والخلافات بين القيادات، معايير اختيار خليفة البغدادي، نقصد بذلك ربما الخبرات القيادية العسكرية أو ربما الاثنين، هل هو الأكثر بطشا، الأكثر مكرا، الأكثر دهاء أو الأكثر دموية برأيك؟ يعني في منظور الفقه، فقه هذه الجماعات، يجب أن يكون على دراية في الأمور الفقهية الشرعية إضافة إلى القيادة وسلامة الحواس، يعني هذه هي الشروط الأساسية، لكن والنسب، ويذكر النسب. فإذا واحدة من أبرز الشروط أن يكون على دراية بالأمور الشرعية، فلذلك ربما تكون إنه حظوة القيادات العسكرية التي هي الآن على الأرض والتي هي تفرض سيطرتها على التنظيم، ربما تكون أقل من الجماعات الموجودة داخل المجلس الشورى، العفو، ليس مجلس الشورى وإنما المجلس الشرعي، ربما أكثر من مجلس الشورى. المجلس الشورى هم أغلبهم من العرب وليس من العراقيين وخاصة من الخليج، ويتمتعون بدراية بالفقه والشرع، فلذلك ربما تكون الحظوة من داخل المجلس الشرعي، وربما تأتي ما بعد المجلس الشرعي هو مجلس الشورى أكثر من القيادات العسكرية. لكن ما يجري الآن على الأرض، لو لاحظنا أنه كل القيادات التي كانت تعتبر الخط الثاني أو تأتي بالمرتبة الثانية عند داعش، هم كانوا من القادة العسكر، يعني كان أبو بكر البغدادي كان الشخص الثاني بعده هو الحاج بكر الذي قتل عام 2013 في سوريا، كان هو الشخص الثاني. الأنباري البلاوي أبو علي البلاوي قتل عام 2014، هو كان الشخص الثاني، وجاء من بعده حل محله أبو مسلم التركماني وهو عسكري ويدير المجلس العسكري وأركان الحرب، أيضا هو من العسكر، كان هو الشخص الثاني. فإذا الشخص الثاني كان يحتفظ بهم يعني البغدادي من العسكر، لكن من ناحية فقهية، من ناحية نظرية، يجب أن يكون على دراية بالفقه، وهذا هو وراء ترشيح البغدادي. البغدادي وفق المعلومات التي والشهادات التي تأتي من داخل بوكا أنه لم يكن قياديا طيب ولم يكن على دراية، طيب لكن أيضا كونه أستاذ محمد، أيضا يعني مثلا قائد لتنظيم إرهابي متشدد وربما تكون له وصاية وقوة على عدد من المقاتلين الإرهابيين، يعني هذه الشخصية ما الذي يجب أن يتوفر بها؟ يعني إذا ما تحدثنا عن ربما الدهاء المكر القوة العسكرية والقدرة ربما على السيطرة على عدد كبير من المجندين المقاتلين الإرهابيين.
يعني العلاقات العامة للشخصية تكمن في الحصول على بيعات من خلال فصائل، بيعات لفصائل إسلامية أخرى، وتدفق المقاتلين، وكذلك الحصول على التمويل. وهذا ما يحتفظ به أكثر قادة التنظيمات، وهو يعني من يحصل على التمويل ويحصل على البيعات، فيما معناه أنه هو الذي يكون ذو حظوة أكثر في قيادة التنظيم. نعم. طيب ابق معي أستاذ جاسم محمد، سأعود إليك بعد قليل. أنتقل إذن عبر الهاتف إلى تونس، بالتحديد من تونس العاصمة. ينضم لنا الخبير في الجماعات المتشددة الأستاذ علي العلاني. أستاذ علي، مساء الخير، أهلا بك معنا. أكرر عليك سؤال الحلقة، وهو من سيخلف البغدادي؟ ما هو الاسم الذي يتبادر إلى ذهنك كخليفة للبغدادي بدون تحليل، فقط الاسم؟ يعني الاسم يبدو ان العفري لديه حظوظ في مرتبه اولى، واعتقد ان يعني مثلا الشيشاني او غير ذلك ليس له حظوظ لسبب بسيط، وهو ان مدعي الخلافه طيب. يعتقدون اذا بنظرك العفري هو المرشح لان يكون خليفه للبغدادي؟ سيد جاسم محمد قبل قليل قال بانه ابو علاء الانباري بنظره، لكن مثل ما قلت حضرتك طبعا ابو علاء الانباري وهو العفري. اذا ما الذي جعلك اذا تختار هذا الاسم بالذات؟ ما هي مقومات خليفه البغدادي في نظرك؟ لماذا اخترت هذا الاسم؟ يعني اختيار هذا الاسم هو ينبع من اولا هناك الصله بجهه العراق، والشخص له تجربه في القتال، قاتل في افغانستان وانضم الى القاعده، والشخص ايضا له تكوين علمي، وبطبيعه الحال يعني هذه عناصر ربما تكون عندما تتضافر تعطيه حظوظ اكثر. لكن دعني اقول ان هناك سيناريو جديد بدات تتحدث عنه بعض التقارير القليله والتقارير السريه التي تقول ان داعش يمكن ان يحدث بعد البغدادي مجلس خلافه، ويكون الخليفه منسقا تفاديا لعمليات التصفية، ويتم اعتماد السرية والأسماء المستعارة، ويعني يختمون التقرير بالقول بأن يعني داعش والقاعدة يمكن أن يعود إلى التنسيق بين الجفاء الذي كان بينهم، وهذا نظرا للتحولات الإقليمية الكبيرة، نظرا لأن داعش مستهدفة من أكبر حلفين دوليين، وبالتالي هناك إمكانية كبيرة يعني تغيير الاستراتيجية كما كان الأمر في السابق، التركيز على الرموز وتكوين مجلس خلافة، ثم الانتقال حيث هناك إمكانية للتمدد. ولهذا هم الآن يجدون في ليبيا مكانا ملائما لمواصلة نشاطهم. طيب إذا ما تعاطينا مع معالي في الحلقة من زاوية أخرى، باعتبار بأن داعش تنظيم شديد التعقيد، له هرمية قوية أيضا، هل يمكن بنظرك أستاذ علي أن يكون البغدادي قد اختار خليفته بنفسه؟ أعتقد أن البغدادي حتى وإن اختار خليفته بنفسه فهو غير قادر على أن يفرضه. يمكن أن يكون للبغدادي بعض الأشياء أو بعض الاختيارات التي يحبذها، ولكن أتصور أن البغدادي اليوم في موقع قوة يستطيع بها أن يفرض من يشاء من المرشحين. لو كان ذلك قبل سنة لقلنا أن البغدادي قادر على أن يعين من ينوبه، ولكن أعتقد أن الآن يعني الفكرة التي تحدثت عنها ربما مبدئيا يكون يعني العفري في مرحلة أولى، ولكن لا، هناك اتجاه قوي كما ذكرت نحو تكوين مجلس للخلافة. طيب بنظرك ما الذي يميز خليفة البغدادي؟ ما الذي يمكن أن يميز شخصيته من خلال نقاط القوة وأيضا نقاط الضعف؟ وإذا ما ركزنا أيضا طبعا على نقاط القوة بشكل أكبر، لأنه طبعا قائد لمجموعة من المقاتلين الإرهابيين. يعني الخليفة في بالنسبة لداعش ليس من المفروض أن يكون عالما يعني متبحرا في علوم الدين، فأكثر الذين رأيناهم القادة الكبار إما أن يكونوا في الاستخبارات أو أن تكون لهم توجهات علمية أو يكونوا لهم شبكات مالية كبيرة وحد أدنى من المعارف الدينية.
وحتى هذا رأيناه في طريقة الانتداب، يعني انتداب الذين يتم استدراجهم ويعني يدخلون إلى داعش، لا يشترط فيهم العلم الديني الكبير، إنما يشترط فيهم الحركية، يشترط فيهم الشباب، يشترط فيهم الجرأة والقدرة. وبالتالي خليفة البغدادي يجب أن يجمع بين الجانب الاستخباراتي، بين قوة الاستخبارات وبين القوة المادية. بدون هذا، خاصة وأنه خليفة على دولة مستهدفة ودولة غير طبيعية، وبالتالي لابد أن تكون أسس حكمه تقوم على هذين الشيئين، القوة المادية الاقتصادية والقوة الاستخباراتية. هذه هي أهم الصفات للخليفة المرتقب يعني للبغداد. أستاذ علي العلاني ابقى معي، سأعود إليك بعد قليل. أيضا ضيفي من بون عبر سكايب سيد جاسم محمد ابقى معنا، مشاهدينا أيضا ابقوا معنا، فاصل قصير نعود بعده للجزء الثاني من هذه الحلقة من أكثر من عنوان. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نواصل معا حلقة ليلة من أكثر من عنوان، والتي نخصصها لملف حساس وكثير الخطورة، وهو من يخلف زعيم داعش أبي بكر البغدادي. أرحب من جديد أيضا بضيوفي الكرام، من بول ألمانيا الخبير في شؤون الإرهاب والاستخبارات السيد جاسم محمد. أيضا أرحب من جديد بضيفي عبر الهاتف من تونس الخبير في جماعات المتشددة الأستاذ علي العلاني، وسيلتحق بنا إذا حالا كل من خبير الجماعات المتشددة السيد حسن أبو هانية، وفي وقت لاحق إذن الخبير العسكري داود السعدي من بغداد، وهو معنا أيضا عبر السكايب. أبدأ معك سيد حسن أبو هنية من عمان. أستاذ حسن، في البداية، من هو خليفة البغدادي في نظرك؟ ما هو الاسم الذي يتبادر إلى ذهنك في حال يعني تم عزل البغدادي، في حال توفي البغدادي، من سيخلفه بعيدا عن التحليل فقط الاسم؟ من الناحية النظرية، التنظيم وضع أصلا نائبا للبغدادي عندما قتل أبو عمر البغدادي وحمز المهاجر في أبريل نيسان 2010، تم تعيين أبو بكر البغدادي وتم تعيين نائب له وهو أبو عبد الله الحسني. لا نعرف ما هو تحديدا هذا الاسم الحركي، ولم لا يوجد هناك أي معلومات استخبارية ولا معلومات من التنظيم لطبيعة هذه الشخصية، لكن الشخصية يؤكد على الأقل المقربين من التنظيم بأن أبو عبد الله الحسني هو شخصية حقيقية وموجودة، وهو الذي سينوب في حالة غياب البغدادي. طيب، الأسماء الأخرى المرشحة لخلاف خلافة البغدادي من هي؟ ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف عند كل اسم؟ هناك مجموعة من الشخصيات كانت مطروحة، بالتأكيد ربما يكونوا إلى جانب البغدادي. في فترة كان هناك فعلا حجي بكر كان موجود، لكن عندما قتل تم تعيين أبو عبد الرحمن البلاوي، وعندما قتل في يونيو حزيران 2014 جاء حجي معتز أبو مسلم التركماني، ثم قتل بعد ذلك طرح اسم أبو علاء العفري، هناك معلومات أنه قتل أبو علاء العفري، وبالتالي هناك لا تزال أبو علي الأنباري رئيس مجلس الأمن والاستخبارات ربما يكون هو الشخصية الأقوى في داخل التنظيم. هناك شخصيات برزت خلال الفترة الأخيرة، ولكن أعتقد أن منصب الخليفة بعد البغدادي سوف يكون منصب اسمي، وأعتقد الأهم أنه سيكون بالتأكيد عراقي، بمعنى غير ممكن أن يكون غير عراقي، وبالتالي سوف يختار ما يسمى ديوان الخلافة وبالاستشارة مع مجلس الشورى والحل والعقد. بالتأكيد أن الهيمنة الكبرى ستكون للمجلس العسكري ومجلس أمن الاستخبارات، سيكون منصب الخليفة أو منصب رمزي، ليس كما هو حال أبو بكر البغدادي الذي يتمتع بقبول وسيطرة كبيرة. طيب، لأنه ماذا تقصد أستاذ حسن الزرقاوي بالمنصب الرمزي أو المنصب الاسمي فقط؟ أن لن تكون له أي سلطات يعني؟ أعتقد أن السلطات ستكون رمزية، يعني بمعنى أن التنظيم سيقاد من قبل ما يسمى، ما يطلق عليه التنظيم، ديوان الخلافة وديوان الجند وديوان مجلس الشورى وكذلك الحل والعقد. لن يكون كما هو حال البغدادي أبو بكر، ولا من قبله أبو عمر البغدادي، ولا من قبلهما أبو مصعب الزرقاوي. سوف يكون منصب اسمي فقط، ليس له أي دور كبير في داخل التنظيم. ستكون المهمة الكبرى في داخل إدارة مجلس استخبارات ومجلس الديوان الجند أو ما يسمى المجلس العسكري. طيب، تصفية قيادة داعش الواحد تلو الآخر تدل على أنهم ربما دخلوا في صراع لاختيار من سيخلف البغدادي بحسب المحللين. إلى أي مدى داعش كتنظيم إرهابي مبني على الصراعات على القيادة
ما يعني انتفاء أي فكر أو أي هدف حقيقي لخلافتهم المزعومة برأيك؟ لا أعتقد أن التنظيم يعني على الرغم من طبائعه المتوحشة، لكن التنظيم بالإجماع لا يوجد هناك لدى الخبراء بأن هذا التنظيم هو أكثر تنظيم راديكالي يتوافر على بنية مركزية ومؤسسة بيروقراطية متماسكة، ولذلك التنظيم ربما لا تشكل فيه الأشخاص أهمية كبيرة. شاهدنا سقوط منذ بداية الضربات الجوية وحتى قبل ذلك منذ تشكيل التحالف في سبتمبر 2014 ربما أكثر من 20 من قيادات التنظيم يعني قد سقطوا، ولكن مع ذلك لا يزال التنظيم يمسك، لأن نعلم أن هذا التنظيم في النهاية هو تحالف بين الجيش العراقي السابق والاستخبارات والأمن والمنظمة البيروقراطية للدولة العراقية السابقة مع الجناح السلفي الجهادي المعولم. ولذلك نعلم أن هذا المجال العسكري يدار من قبل أكثر من 1200 من القيادات الوسطى والعليا في الجيش العراقي السابق، وكلهم من ذوي الرتب العالية، وبالتالي يمكن إحلال أي شخص مكان الآخر. هذه المنظمة بيروقراطية متماسكة ولكنها تهيمن عليها المكون العراقي، رغم وجود أكثر من 30,000 مقاتل عربي وأجنبي في صفوف التنظيم، لكن السيطرة في مراكز القيادة العليا هي من العراقيين. إذا كان لا يعتمد على الأسماء، إذا كان لا يعتمد على الأشخاص، على ماذا يرتكز هذا التنظيم إذن؟ على مؤسسات استطاع التنظيم على مدى السنتين أو الأربع سنوات الماضية تحديدا، وخصوصا منذ سيطرته على الموصل في يونيو حزيران 2014 أصبح له مؤسسات تتوافر على مجلس العسكري، مجلس الأمن والاستخبارات، مجلس الشرعي، وكذلك مجلس الدعاية والإعلام. هذه المجالس الأساسية التي تتحكم في مفاصل التنظيم، وبالتالي يمكن إحلال شخص مكان الآخر بشكل سهل، لأن نعلم أن الطبيعة المركزية للتنظيم وكمؤسسة بيروقراطية تتوافر على أربع مستويات: المستوى العسكري، فالمستوى الأمن في الاستخباري، ثم المستوى الشرعي، فالمستوى الإداري. ولذلك يتم التعيين من الخلافة إلى الولاية حتى القواطع والمفارز تتم على هذا الأساس. أستاذ حسن ابقى معي، سنذهب لنتعرف معا على رأي أحد الخبراء وأعود إليك. خبير إذن الجماعات المتشددة الدكتور هشام الهاشمي أكد أن من بين المرشحين الثلاثة لخلافة البغدادي وهم أبو علاء الأنباري شرعي التنظيم، وأبو محمد العدناني المتحدث الإعلامي، وأبو عمر شيشاني زعيم المقاتلين الروس، قال إن الأنباري هو الأكثر حظا لما لديه من مقومات تؤهله لزعامة التنظيم بحسب ما يراه القائمون على اختيار الزعيم الجديد أكثر من الاثنين الآخرين. نتابع معا هذا اللقاء المسجل من بغداد. ممكن أن نقول هناك عدة أمور هي سبب أرجحية الأنباري على أو العفري على الآخرين. الأولى يمتلك تاريخ جهادي قديم، يمتلك علم فيما يعرف بالعلم علم الحديث وعلم الفقه، ولديه مشايخ وإجازات، أيضا هو لديه علاقات بقيادات القاعدة الأم وبقيادات أحرار الشام وقيادات جبهة النصرة وقيادات جند الأقصى وقيادات لواء التوحيد، وأيضا لديه تزكية من قبل قيادات السلفية الجهادية وكتابها ومنظريها أمثال المقدسي وأبو قتادة الفلسطيني. أيضا أبو علاء العفري يعتبر نقطة ارتكاز لكثير من العشائر التي هي تعتبر العمود الفقري لتكوين داعش في العراق وسوريا، كلهم إما أن يكونوا من تلاميذه أو يكونوا ممن أعطوا البيعة له قبل أن يعطوها للبغدادي، مثل عشائر الخاتونية، الامتياوات، العبيد، الحمدون، وهذه وخاصة وأيضا مناطق العفرية. هذه المناطق كلها أعطت البيعة ابتداء له قبل أن تعطيها للبغدادي. أعود إذن من جديد إلى ضيفي من العاصمة الأردنية عمان الخبير في الجماعات المتشددة السيد حسن أبو هنية. أستاذ حسن، هل سننتظر نقلة جديدة في داعش ومرحلة جديدة تحت ظل خليفة جديد وقيادات جديدة؟ هل سيبقى الخليفة الجديد على نفس الهرمية داخل التنظيم، أم احتمالية أن لن يؤثر الاسم على وجوده كما ذكرت في مسهل حديثك هي الأكثر ورودا، وما تداعيات كل هذه التغييرات لصالح من ستستخدم؟ أعتقد بأنه يعني التنظيم كما قلت سوف يقدم شخص باسم رمزي، قد يكون أبو عبد الله الحسني فعلا، بغض النظر هل هو شخصية افتراضية أو شخصية
حقيقية، لكن لن يكون له الدور الكبير. سوف يدار هذا التنظيم من خلال هذه المنظمة البيروقراطية المركزية المترابطة من خلال المجلس العسكري ومجلس الأمن والاستخبارات والمجلس الشرعي وهيئة الإعلام، وبالتالي سوف يكون فقط هو شخصية اعتبارية. لا أعتقد حتى إذا قتل البغدادي ربما سنتعرف على صورة للشخص، سوف يصبح فقط له وجود عبر العالم الافتراضي، وقد تصدر بعض الإصدارات المسموعة بالتأكيد غير المرئية لمثل هذا الخليفة، ولكن سوف يكون له دور اعتباري، ولكن له ليس له أي دور كبير لإدارة هذه المنظمة، لأن هذه المنظمة تدار من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يتحكموا بمفاصل التنظيم. طيب، في كل ما نعم يتعلق به. طيب، عدم وجود شخص أو وجود اسم أو شخص افتراضي كما ربما ذهب بك التحليل أستاذ حسن، هل سيؤدي ذلك إلى صراعات بعد غياب البغدادي، بعد غياب شخص ربما كان المقاتلون الذين ينضموا إلى داعش يجدونه هو الشخص الذي ربما يعتمدون عليه، الشخص الذي يسيطر على كل هذه الأعداد، هل هذا سيؤدي ربما إلى وجود صراعات؟ إن لم يكن ما بين المؤسسات التي يرتكز عليها التنظيم، دعنا نقول ما بين الأفراد المجندين المقاتلين. لا شك، أكيد هذا شيء مؤكد، وأعتقد أن الصراع هو موجود لا يمكن نفيه، بمعنى هناك صراع عديد، صراع على مستويات متعددة، صراع بين العراقيين أنفسهم، بين مراكز القوى في داخل الولايات، من له القوة والسيطرة على هذا التنظيم، وهناك سيطرة على صعيد الإقليم بين المقاتلين على الجانب العراقي والسوري، والأهم هو الصراع بين المقاتلين العرب والأجانب من الخارج والقيادة التنظيم من العراق. ولذلك أعتقد أن التنظيم هو يتوافر على مثل هذه الصراعات، لكن وجود تعرض التنظيم لتحالف دولي، وبالتالي وجود عوامل كثيرة منها المسألة الطائفية ووجود قوات يعني الحشد الشعبي وكذلك النظام السوري، يجعل من هؤلاء المقاتلين يؤجلوا هذه الخلافات، تبدو هذه الخلافات مؤجلة إلى مرحلة ما، وإن كنا نشهد دائما بين فترة وأخرى بعض الخلافات بين أفراد التنظيم في جبهات محددة في بعض القواطع والمفارز والولايات، ولكن هذا الخلاف يبقى يعني قادر التنظيم على احتوائه نظرا لوجود أولويات لدى التنظيم، لكن الصراع سيشتد في المستقبل بين منظومة المقاتلين العرب والأجانب الخارجين وبين القيادات العراقية، لنعلم أن هذا التنظيم تهيمن عليه بشبه بالكامل قيادات عراقية. أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا السيد حسن أبو هنية خبير الجماعات المتشددة، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من العاصمة الأردنية عمان، شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير، ابقوا معنا أيضا ضيوفي، ضيفي عبر الهاتف من تونس الأستاذ علي العلاني خبير الجماعات المتشددة، ابقى معنا، وضيفي عبر سكايب من بون السيد جاسم محمد الخبير أيضا في شؤون الاستخبار والجماعات المتشددة، ابقوا معنا، فاصل قصير ونعود بعده. أيضا لم أنسى ضيفي داود السعدي عبر سكايب مباشرة من بغداد، ابقوا معنا جميعا، فاصل قصير ونعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من أكثر من عنوان، وسؤالها من سيخلف زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي. أرحب بكم من جديد، أرحب من جديد بضيوفي الكرام من تونس السيد علي العلاني، من بون الألمانية جاسم محمد، ومن العراق من العاصمة بغداد الدكتور داود السعدي الخبير العسكري. أهلا بكم من جديد، وأعود مع ضيفي من تونس علي العلاني الخبير في الجماعات المتشددة. أستاذ العلاني، ما تعليقك على ما استمعت إليه؟ هل تشاطر خبير الجماعات المتشددة دكتور هشام الهاشمي حين قال بأن الأنباري هو الأكثر حظا وهذا ما قلته، ولكن هل تشاطره الرأي في تحليله لماذا ذلك؟ يعني هو مع الأسف لم أستمع إلى التحليل بحكم الصوت، لكن أنا أعتقد أن اختيار الأنباري كان يعني على أساس أن له نقطة قوة هامة وهي رئاسته للاستخبارات، وبطبيعة الحال أيضا له معارف عسكرية قوية، وأعتقد أن يعني السؤال الذي يمكن أن نطرحه أعتقد أن مواصفات الخليفة القادم ستكون أيضا مرتبطة بما
ستصل إليه الحرب ضد داعش، أي أن تداعيات الحل السلمي في العراق وفي سوريا هل ستكون يعني لها تأثير؟ هل ستطول العملية السلمية؟ بقدر ما تطول عملية سلمية، بقدر ما يتمكن داعش من السيطرة على العديد من المناطق، وبالتالي يمكن في صورة ما إذا تم تصفية داعش من طرف الحلفين الدوليين سيصبح مواصفات الخليفة القادم هو يعني شخص ربما كما يوجد لدى التنظيمات المتشددة يصبح الخليفة خليفتان، خليفة في السر وخليفة في العلن، خليفة لوسائل الإعلام وخليفة هو الذي يسير المعارك وهو الذي يعني يحدد يعني الخطط العسكرية. طيب سيد حسن أبو هنية قبل قليل من عمان قال بأنه أي خليفة جديد أو أي اسم جديد هو سيكون عبارة عن خليفة رمزي أو اسم رمزي لن يكون بحجم ربما القوة أو بحجم حضور البغدادي حتى يمكن أن لا يكون مرئيا، يمكن أن يقوم بتسجيلات صوتية فقط، ما مدى اتفاقك مع ذلك؟ يعني أعتقد هذا هو الذي سيحصل، لأن الخلافة بالمعنى المادي للكلمة بالمعنى السيطرة على الأرض والمجال والمجموعات البشرية هذه ستزول أو ستتقلص كثيرا بمرور الوقت، لأن الآن الحرب ضد داعش ليست حربا إقليمية إنما هي حرب دولية أيضا، وبالتالي سيصبح الخليفة كما قلت يعتمد على السرية، يعتمد على يعني الأسماء المستعارة، ولا ننسى أن داعش قد امتلكت رصيدا ماليا كبيرا، ملايين من الدولارات يعني كسبتها في هذه الحرب منذ حرب الموصل إلى اليوم، وبالتالي يمكن لهذه الأموال أن تحول إلى يعني تنفذ بها استراتيجيات كثيرة. طيب أستاذ علي، تحدثت مثلا المخابرات الأمريكية في الفترة الأخيرة أن هناك نسخة جديدة من داعش تسمى داعش خراسان، هذه أيضا يجب أن نضعها بعين الاعتبار باعتبار أن داعش خراسان هي أكثر يعني شدة وأكثر شراسة، وهي التي ستقوم ربما بعمليات في أوروبا وهو ما يخاف منه الأوروبيون اليوم. طيب باختصار أستاذ علي، وإذا ما عدنا إلى مسألة الخلافة، بحسب رأيك من هي الجهة المخولة لاختيار خليفة البغدادي؟ هل مجلس الشورى الخاص باعتباره هو الوحيد الذي له السلطة لعزل البغدادي بالتنظيم؟ أعتقد أنه سيكون مجلس مضيق فيه قائد الاستخبارات وفيه المسؤول المالي، ومجلس الشورى سيكون قراره مؤيدا أكثر من أن يكون هو الذي يحدد اسم الخليفة، ستكون هناك مجلس مضيق هو الذي سيعين الخليفة. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا أستاذ علي العلاني الخبير في الجماعات المتشددة، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من تونس العاصمة، شكرا لك. مشاهدينا حلقتنا هذه الليلة مستمرة وفيها نحاول إذن أن نعرف من الممكن أن يخلف البغدادي، كذلك ما الذي سيخلفه غياب البغدادي على تنظيم داعش. على هذه الأسئلة وغيرها أيضا معنا إذن الخبير العسكري داود السعدي عبر سكايب مباشرة من العاصمة العراقية بغداد. لكن في البداية سيد داود أسألك نفس السؤال وهو سؤال الحلقة، من برأيك الاسم الذي يمكن أن يخلف البغدادي؟ أنا أعتقد أن الأنباري هو الأوفر حظا، لكن العدناني هو شخصية أيضا ليست بالسهلة للمواجهة أمام الأنباري. الأنباري، إذن ما الذي يجعلك تختاره بالذات وليس غيره؟ يعني حقيقة الأنباري هو الأكثر معرفة بواقع العمليات العسكرية كونه ضابط في الاستخبارات العسكرية العراقية السابقة ودخل أكثر من حرب، وبالتالي يكون الأوفر حظا، إضافة إلى علاقته الواسعة مع قيادات تنظيم القاعدة في أفغانستان وكذلك في سوريا وتدريبه في أفغانستان لفترة طويلة وقيامه بعمليات عسكرية وقيادة التنظيم بشكل فعلي على الأرض في مناطق الموصل والرمادي، وهذا ما يجعل الأنباري هو الأوفر حقاً، وإن كانت هناك نقطة قد تحسب عليه وهو عدم رغبة بعض المقاتلين الأجانب وبعض المقاتلين العرب في تولي الأنباري هذا المنصب كون الأنباري كان ضابطا في الاستخبارات العراقية سابقا، لكن أعتقد أن هذه النقطة لن تؤثر كثيرا على حظوظ الأنباري في قيادة هذا التنظيم، لكنه بالتأكيد سيواجه صعوبة للحصول على الولاء من جميع القيادات خاصة من قبل المقاتلين الأجانب
الذين على ما نعم يبدو في الفترة الأخيرة قد يتجهون باتجاه شخصية ظهرت مؤخرا وهو الشيشاني، الذي قد يجعل من الواقع يتغير كثيرا على الأرض، واختيار التنظيم لهذه الشخصية بدلا من الشخصيات الثلاثة التي كانت من المتوقع أن تكون هي الأوفر حظا، وهم العدناني والعفري وكذلك الأنباري. لكن الشيشاني ربما تكون له نقاط ضعف متمثلة بكونه من المقاتلين الأجانب، وبالتالي لا أعتقد بأن المقاتلين العرب أو المقاتلين في العراق يرغبون في اختيار مثل هذه الشخصية كونه بما يتعلق بالنسب. يعني حتى بالنسبة لما يتعلق نعم بالعفري وهو الذي ينحدر من أصول تركمانية برغم قوته وولائه العشائري وتدريباته على تنظيم القاعدة، واختياره ربما في وقت سابق من قبل أسامة بن لادن أها منذ زمن بعيد، ربما موضوع النسب وقف عاقا في أن يكون هذا الشخص هو الأكثر حظوظا في الاختيار طيب للخلافة في التنظيم. سيد داوود، ضيوفي قبل قليل من تونس السيد علي العلاني وأيضا ضيفي من عمان السيد حسن أبو هنية اتفقا على أنه الاسم سيكون رمزي لخلافة البغدادي، وأنه التنظيم يرتكز على مؤسسات باعتبار حضرتك عراقي وعلى دراية ربما بتكوين هذا التنظيم الذي انطلق أيضا من العراق. هل تتفق معهما وعلى ماذا يرتكز هذا التنظيم برأيك؟ نعم، يبدو إذن فقدنا الاتصال بالخبير العسكري داود السعدي. أشكره على كل حال، ربما سنحاول العودة إليه إذا لم نعاود العودة إليه والاتصال به من جديد. أشكره على المشاركة معنا. داود السعدي كان معنا عبر سكايب مباشرة من العاصمة العراقية بغداد. وقفة أخيرة مع السيد جاسم محمد، إذن الخبير في شؤون الإرهاب والاستخبارات، معي من جديد من بول ألمانيا. أستاذ جاسم، تحدثنا قبل قليل عن الصراعات داخل داعش، هل برأيك ستكون هذه الصراعات الداخلية في مصلحة صعود بعض الأنظمة المتشددة إلى المشهد الإرهابي العالمي؟ يعني ضعف التنظيم، تنظيم داعش أو وجود أي انشقاقات داخل هذه المنظومة بالتأكيد سوف يخدم بقية الفصائل، وأولى هذه الفصائل هو النصرة وكذلك الجماعات التي تقاتل تحت راية القاعدة من ضمنها أحرار الشام، وكذلك فصائل إسلامية أخرى مثل جيش الشام وغيرها من الفصائل. وربما تظهر تنظيمات جديدة في العراق لم يتم الإعلان عنها من قبل. فإذا أما من ناحية لو تحدث إذا كان حضرتك تقصد على مستوى الحكومات والأنظمة، فبالتأكيد هنالك أنظمة قريبة من هذا التنظيم. يعني فاتني أن أذكر أنه طالبان، حركة طالبان واحدة أيضا من المستفيدة من نعم الضعف أو الانشقاقات، لكن على مستوى الأنظمة والحكومات بالتأكيد إيران تعتبر قريبة جغرافيا وكذلك نعم من حيث المنظومة السياسية هي قريبة من هذا التنظيم. سوريا أيضا هي نعم سيد قريبة من جاسم، هذا التنظيم. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا وكل هذه المعلومات. جاسم محمد الخبير في شؤون الإرهاب والاستخبارات كنت معنا عبر سكايب مباشرة من بول الألمانية. مشاهدينا، في بداية الحلقة كنا قد طرحنا على متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي سؤالا عن الشخص المتوقع لخلافة أبي بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش. الاحتمالات كانت هل هو أبو عمر الشيشاني أو أبو محمد العدناني أو أبو علاء الأنباري. الزميل أحمد رحاوي يستعرض لنا الإجابات التي كانت على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من التصويت الذي طرحناه على صفحتنا على تويتر، وكانت النتيجة على الشكل التالي: 43% ترجح أبو عمر الشيشاني، و35% للعدناني، و22% للأنباري. أما الرسائل التي وصلتنا عبر واتساب كانت على الشكل التالي: رسالة من الرقم آخره 111 يقول: الشيشاني مستبعد، أبو علاء الأنباري أعتقد أنه المرجح للخلافة، وأبو محمد العدناني منصبه أعلى من الخليفة، هو المتحدث الرسمي باسم التنظيم، والقضاة الشرعيين مرجعهم هو العدناني وفق رأيه. رسالة أخرى من رقم آخره 107 يقول: أتوقع بأن يكون أبو عمر الشيشاني، لأنه كان يقاتل على الأرض، وهو أول من قاتل الثوار
في حلب واتهمهم بالصحوات. أيضا من الرسائل التي وصلتنا من متابعينا عبر واتساب رسالة من الرقم آخره 277 يقول: أتوقع الشيشاني هو الأقرب للخلافة وكلامه مسموع في التنظيم. رسالة أخرى من رقم آخره 976 يقول: أعتقد الأرجح هو أبو عمر الشيشاني في ظل التدخل الروسي لجلب الجهاديين الروس إلى التنظيم بعيدا عن جبهة النصرة. أيضا من الرسائل رسالة من الرقم آخره 028 يقول: أبو محمد العدناني أتوقعه لأنه ذو خبرة أوسع وثقافة عالية وكان من أصحاب الانقلاب الثاني في نهج التكفيريين ووضع في السجن لمدة عامين لرفضه هذا المنهج. رسالة من رقم آخره 887 يقول: أبو محمد العدناني لأنه أقدم من أبو عمر وأقدم من أبو علاء. ورسالة أخرى يقول: أيضا أعتقد أبو محمد العدناني لشهرته الكبيرة في التنظيم والإعلام، ولا أعتقد بأن التنظيم سيضع قائدا أجنبيا مثل أبو عمر الشيشاني، ربما خشية انقلابه ضد التنظيم وتشكيل خلافة جديدة. متابع أيضا في الرسائل رسالة أخرى من رقم آخره 992 يقول: أتوقع أبو علاء الأنباري لأنه من العراق ويعرف آلاف الضباط وله قاعدة شعبية هناك. رسالة أخرى من رقم آخره 378 يقول: الأرجح هو أبو علاء الأنباري لأن له تاريخ جهادي قديم. ورسالة من رقم آخره 241 يقول: على الأغلب يكون الأنباري أو غيره من العراقيين، وأنا شخصيا أستبعد أي جنسية غير العراقية. رسالة من رقم آخره 609 يقول: برأيي الشخصي أبو علاء الأنباري سيكون هو الخليفة. ورسالة من رقم آخره 154 يقول: أتوقع أن أبي علاء الأنباري هو من سيكون الخليفة لأن الشيشاني متفرغ للقتال والأمور العسكرية. الختام مشاهدينا، شكرا للمتابعة.